عم الحاج سيد، اخبارك يا عم الحاج؟ الحمد لله. احنا المنطقه اللي احنا فيها دي اسمها ايه يا عم الحاج؟ دي اسمها عين السجين. عين النساجين. طب انت بتعمل ايه الساعه واحدة في عين النساجين يا عم الحاج؟ والله احنا عند الميه هنا، والنهارده الجماعه الباشمهندس محمد عبد الوهاب قام بمجموعه يعني عشان نصطاد العقرب. بنشتكي من موضوع العقرب ده بالنهار وبالليل، وبيجمع سيادتك موضوع بيجمع العقارب دي عشان المشروع بتاعه اللي هو عامله هنا. طب وعلى كده جبت كميه عقارب كتير النهارده يا عم سيد؟ جبنا. يعني قد ايه تقريبا كده؟ يعني حوالي 150-160. ده في قد ايه وقت يا عم؟ في وقت ساعه ونصف او ساعتين. طيب المنطقه اللي احنا فيها دي تقع على حدود ايه يا عمي؟ دي بير 3 موت دخل البركه. يعني 160 عقرب خلال ساعه ونص. بير 3 موت دخل البركه. داخل البركه. طب تتخيل ان في اماكن تاني في موت فيها كميه العقارب دي ولا هنا بس؟ لا هنا مجاور الميه، مجاور البركه، ميه الصرف دي. يعني ممكن لو دخلنا في حته تاني جنبها مسطحات مائيه زي كده زي البركه او حوالين البرك ممكن نلاقي كميه زي دي. ميه الصرف بالذات يعني. احنا بنشكرك جدا يا عم سيد باشمهندس محمد عبد الوهاب حديث الساعه وصاحب مشروع تجميع العقارب من الغيطان ومن الاماكن الموبوءه. احنا بنرحب بيك النهارده وبنسال حضرتك عن فكره المشروع. والله المشروع بتاعنا زي ما حضراتكم عارفين مشروع تربيه العقارب لانتاج سم العقرب. احنا يعني ليا صديق الباشمهندس احمد موجود معايا في المشروع. بدانا المشروع بتاعنا بالفعل في تجميع العقارب، لان خلاص دلوقتي ده الموسم بتاع الصيف، موسم التكاثر وموسم النشاط بتاعها، فبدانا بدري شويه عشان نجمع اكبر عدد من العقارب. احنا النهارده بنستقبل كل يعني اراء الناس والاماكن اللي هي بتنتشر فيها العقارب بيقولوا لنا عليها، فبنبدا نتوجه ليها ونبدا نجمع منها العقارب. مثال مثلا النهارده بالليل كان عم سيد كان بيشتكي من المنطقه بتاعته انها مليانه عقارب، فجينا النهارده وجي فريق العمل معايا وجايبين الكشافات مخصوصه لصيد العقرب. انا بصراحه ذهلت من كميه العقارب اللي موجوده، تقريبا كل مكان بدخله ما بتوقعش الكميه اللي موجوده، كل مره بلاقيها بتكتر عن المره اللي قبليها. النهارده احنا جايبين اكتر من 200 عقرب في وقت يعني لا يزيد عن ساعه ونص تقريبا. ده غير كده انه حجم العقارب حجم غريب جدا، حجم كبير جدا جدا جدا، يعني حاجه مخيفه فعلا. عم سيد جبنا من عنده العقارب من حوالين المزرعه ومن حوالين العلف بتاع البهايم اللي هو التبن والدريس العلف الجافه، وحتى من اماكن الحيوانات نفسها. يعني المكان اللي هو رابط فيه الحيوان احنا بنجيب من حواليه ومن حوالين الميه واحواض الميه اللي بيشرب منها الحيوان، جبنا كميات كبيره قوي. حوالين اطراف المزرعه تلال الرمله عشان طبعا مجاوره لبركه الميه، فبيبقى ده يعني تقريبا مأوى مناسب جدا للعقرب. فزي ما حضراتكم شايفين كميه العقارب اللي جبناها كميه كبيره جدا. احنا يعني بجد واخدين فكره المشروع انها على الاقل رفع ضرر من على الناس هنا في المنطقه، سواء كان على الاشخاص نفسهم او حتى على الحيوانات اللي هم بيربوها في المزارع بتاعتهم. انا بتوجه بخالص الشكر طيب عن السيد اللواء محمد سلمان الزرمطي لدعمه لفكره المشروع، لكل القيادات التنفيذيه في مركز الدخله تحديدا لانها دعمت المشروع، على الرغم ان احنا واجهنا انتقادات كثيره قوي وما زلنا نواجه انتقادات من بعض الاشخاص اللي ربما تكون الفكره مش واصله لهم بشكل كامل، لكن لو اديناهم فرصه وهم ادوا لنفسهم فرصه يفهموا المشروع ويشوفوا قد ايه بنرفع من على الناس حجم الضرر اللي بي 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 بيترفع من عليهم في ارضهم وفي مزارعهم وحتى على الحيوانات بتاعتهم، هيقدروا ان المجهود ده مجهود يعني كتر خير الناس اللي موجوده معانا، واحنا فاتحين ايدينا لكل شاب عنده استعداد يبلغنا بالمنطقه اللي فيها العقارب او حتى يجمع العقارب واحنا بناخدها منه بالفلوس، سواء بقى على حسب الحجم والنوع والكميه، واحنا عندنا استعداد كمان نمده بالادوات سواء كان بالماسك بالعبوات بالكشافات اللي هي خاصه بصيد العقارب. وعلى فكره الكشافات دي مش موجوده جوه مصر، احنا بنستوردها من السعوديه تحديدا. يعني باشمهندس محمد عبد الوهاب، هو حضرتك بتلف في القرى تجمع العقارب ولا يعني متخصص في موت بس؟ لا هو المشروع بتاعنا معمم على الوادي كله، يعني احنا بنجوب القرى وبنجوب كل منطقه حد بيبلغنا بيها بانها موبوءه بالعقارب فبنروحها وبنحاول نجمع العقارب منها. احنا وصلنا لحد باريس، بحثنا في باريس، رحنا لحد ابو منقار،
في اكتر من بيت فابو منقار جمعنا منه، بنجيب في تنيده وفي غرب موهوب في موط في كل القرى تقريبا بندخلها. بس في عندنا بؤر دلوقتي بدات تبقى بؤر ارتكاز او تجمع للعارف، كل ما بنعرف المناطق دي بنتردد عليها لان احنا بنجمع منها اكبر كميه من العارف. الجديد في الموضوع انه المشروع مش مشروع عارف بس، ده مشروع العارف ده يعني جزء من المشروع، ويمكن هو ربنا يكون هو الجزء الثالث من المشروع، انما المشروع اصلا مشروع زراعي في المقام الاول، هو انتاج نباتات طبيه وعطريه، وبعدين في انتاج العسل من المناحل وسم النحل، وبعدين كمان تربيه العقرب، والثلاثه احنا عاملين لهم نظام لانهم مترتبين الثلاثه على بعض. اتمنى ان الناس بس تاخد فكره المشروع كلها متكامله، وما تاخدش الجزئيه بس بتاعه العقرب وتبني عليها يعني اراء وافكار ربما تكون عاريه تماما من الصحه. اي حد عنده استفسار ممكن يتواصل معانا، اي حد عنده منطقه شايف انها موبوءه بالعقارب وعاوز يطهرها ممكن يتواصل معانا، احنا عندنا استعداد نروح له لو في اخر الدنيا ان شاء الله نروح له باذن الله، ونخدم كل اهلنا في الوادي الجديد. احنا بنشكرك جدا باشمهندس محمد عبد الوهاب صاحب فكره تربيه العقارب، وبنشكر حضرتك جدا. شكرا يا فندم. شكرا شكرا لحضرتك.